سير 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 تحرك 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 راه طلق الله سراحك. سير تحرك سير زيد 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 مشى. السلام عليكم ورحمة الله خوتي، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم، الله يعطيكم الصحة. كما كتشوفوا هذا الفيديو حنا خارجين ان شاء الله، نشوفوا ان شاء الله لعل وعسى نلقاو شي ورن صحراوي نصوروه، نصوروه نوريه لكم ان شاء الله ونطلقوه. المهم احنا دابا محركين ان شاء الله، الله يبان شي اثار ديال شي ورن غادي نصوروه معكم. بعد ما تمشينا لواحد المده تقريبا ديال شي ساعه ونص، واخيرا لقينا الاثار ديال الورد. ها هو هادي، غادي نحاولوا نتعقبوا الاثار ديالو، غادي نمشي في هذا الاتجاه، نحاولوا نتعقبوا الاثار ديالو ان شاء الله لعل وعسى اننا نشدوه نوريه لكم ان شاء الله. نمشي من هنايا، يلا كنحفر هنايا، كما كتشوفوا خوتي ها الاثر ديالو، وراه زاد تحرك تمشى من هنايا، وغادي نقلبو عليه ان شاء الله. خوتي ها هو دا لقيتو، شافني راه مشي من هاد الجهة هادي، دخل في هاد الغار، دخل في هاد الغار هذا، غادي نحاول نحفر عليه ونجبدوه ان شاء الله نشوفوه. خوتي دابا حنا غادي نكومونسيو نحفرو عليه، هنا تبت الكاميرا على الغار، غادي نكومونسيو نحفر عليه ونشوفو لعل وعسى نشدوه. باش ما يكونش الفيديو طويل غادي نبقى نقطع نعاود نبين لكم باش ما يطولش الفيديو. الحمد لله خوتي احنا توفقنا في القبض على هذا الورل بعد ما حفرنا عليه، توفقنا اننا نقبضوه ان شاء الله بحول الله. احنا شديناه هذا الورل الصحراوي، احنا اليوم جينا باش نشدوه، كما كتشوفوا عينيك سبحان الله، احنا جينا في هذا النهار باش نشدوه، ماشي باش ناديوه ولا باش نديروا ليه شي حاجه، جينا شديناه بطريقه حبيه بطريقه مزيانه، حفرنا عليه شديناه بغينا باش نوريه لكم، شوفوه عن قرب كي داير، شوف سبحان الله كي داير، شوف اللسان ديالو بحال الفاع سبحان الله داير، نوريه لكم ان شاء الله عن قرب تشوفوه، ومن بعد غادي نطلقوه ان شاء الله. واحد القضيه، هاد الورن كينتمي للفصيله ديال السحالي، داس الدم البارد. كيفاش داس الدم البارد؟ يعني انه ما كيخرجش في البرود، كيخص ضروري درجه الحراره تكون مرتفعه، عاد كيخرج كيخرج كيحمي الدم ديالو مزيان، تا كيسخن الدم ديالو عاد كيتحرك بحال الضب تماما.
كما كتشوفوا معايا هاني شاد له السبيب ديالو وشاد له الفوم ديالو. كيقولوا الناس راه كيضرب سبيبو هذا، انا كنحاول نيفيتي. شاد لهم سبيبو وشادو من الفوم ديالو باش ما يعضش. شوفوا اللسان ديالو، هاد الورى الصحراوي كيعيش في الصحراء كما قلت لكم، كيبغي درجه الحراره تكون مرتفعه. راه دابا اللي طلعت واحد الحراره خارج بها انا باش نصيد، وراه الناس ديال الصحراء هما اللي كيعرفوا شحال كتكون درجه الحراره في هذا الوقت. هذه شي حراره راه مرتفعه بزاف. وهاد الورم هذا من اهم الوجبات المفضله عنده هي الافعى. الافعى مولات القرون هي الوجبه المفضله عنده، سبحان الله كيتغدى عليها، كيتغدى على جميع يعني على كل ما على كل كائن سام تقريبا كياكلوا هذا العقرب الافعى كيما بغى يكون نوعها. سبحان الله، تري الصيد ديالو ماشي مزيان، الصيد ديالو كيقولوا ماشي مزيان. انا شديتو دابا باش نوريه لكم، شوفوا سبحان الله عن قرب، تشوفوا كي داير كما كتشوفوا سبحان الله. شوفوا العين ديالو، اللسان بحال الافعى تماما. هذا عاد راه غير صغيور، هذا راه ما كبيرش بزاف، هذا راه غير صغيور. شوفوا كتشوفوا الاثر ديالو كي داير، الاثر ديالو سبحان الله كي داير. راه شي جوج سوايع وانا كنقلب عليه عاد لقيتو، اخيرا قدرت نصورو. دابا غادي نمشي ان شاء الله، غادي نطلقو وغادي نوريه قدامكم ان شاء الله. غادي نطلقو باش ما يجي حتى شي واحد يقول لي راك ما طلقتوش ولا شي حاجه، ولا انا نطلقو قدامكم. شوفوا على عينيكم اخوتي باش ما حتى شي واحد يبقى يدخل يسب فينا ولا شي حاجه. كما كتشوفوا اخوتي دابا انا نطلقو قدامكم ان شاء الله. ما كرهتش تكون كانت شي مسافه شي مساحه اللي كبيره باش تشوفوا المشيه ديالو، ولكن معليش حتى دابا غادي نطلقو من هنايا. شوف غادي يدير دايخ، مبغاش يتحرك، معرفتش علاش. شوف شوف سير سير سير، تحرك 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 تحرك، راه طلق الله صراحة. سير تحرك، سير زيد 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 زيد، مشى. الحمد لله، ها هو دا مشى. راه منين راه ماشي، راه ماشي مسكين كيجري. يلا تحياتي لكم اخوتي، تحياتي لكم، تبارك الله عليكم، الله يعطيكم الصحة. كما كنقول لكم ديما ما تنساوش الا كيعجبكم هاد الفيديوهات اللي كندير تشتركوا معنا في القناة، شي جيم كومونتير تحفيزي. تحياتي لكم، تبارك الله عليكم، تحية.